رجعنا لكم تاني بعد الفاصل ولسه مكملين حلقتنا في نص كلمة. طبعا في نص كلمة مهمة جدا بنسمعها كل حلقة من سيادة العميد. أهلا بيك يا سيادة اهلا العميد. بحضرتك. الحمد عايزين لله على سلامتك. الله الله يسعدك، يسلمك. ومش عايزين تتعبي تاني بقى حاضر ان شاء الله. مش هتعب تاني. نص كلمة بتاعت حضرتك وحشتنا بقى. الله يخليك ده حقيقة. في الكل. الله يخليك. هو جاء النهارده سنة 1226 تم إقامة أول صلاة جمعة في المسجد الأزهر الشريف بعد غلقه 100 سنة، وتم افتتاحه مرة ثانية بأوامر من السلطان الظاهر ببرص المملوكي، وقيمت فيه زي النهاردة سنة 1226 أول صلاة جمعة. تمام. سنة 1466 بنى الأمير المملوكي أحمد بن العيني قصر ليه. القصر ده حوله نابليون بونابرت اللي هو كان قائد الحملة الفرنسية على مصر لمستشفى لعلاج الجنود الفرنسيين في مصر أثناء الحملة الفرنسية. وفي عهد محمد علي بمساعدة الطبيب الفرنسي الشهير كلود بيه اللي هو في شارع باسمه، اسم شارع كلود بيه ده، كان كبير الأطباء الفرنسيين في مصر. وحول القصر ده في عهد محمد علي باشا للقصر العيني اللي احنا بنشوفه دلوقتي بالشكل ده او بالمنظر ده. فعلا. اتهد القصر العيني وبمنحة فرنسية اتعمل بعد كده القصر العيني الفرنساوي اللي هو معروف في الوقت بتاعنا ده. سنة 1903 قام الاخوان رايت الامريكان باول عملية طيران ناجحة. سنة 1830 وفاة المناضل والسياسي والعسكري الفنزويلي بوليفار، سيمون بوليفار، ولو تمثال ليه ده سيمون بوليفار لو تمثال باسمه في حي جاردن سيتي، وليه قصة طويلة قوي لو ربنا ادانا طول العمر يعني هنحكي لكم عليها. ان شاء الله. نيجي بعد كده القصة بطولية برضه هاخدها لكم على السريع، أتمنى إنها تعجب حضراتكم. القصة دي بتتمثل في معركة جزيرة شدوان، ودي حصلت سنة 1970 أيام حرب الاستنزاف. وشدوان دي جزيرة في مدخل خليج السويس في البحر الأحمر، وعلى بعد 35 كيلو من الغردقة. أبطال المعركة دي عناصر من قوات الصاعقة وجميع الصيادين اللي في الغردقة شاركوا فيها. تمام. بمراكب الصيد بتاعتهم. كانت بتعرس الجزيرة دي عناصر من قوات الصاعقة، كان عددهم 170 ضابط وصف وجندي. اليهود قاموا بهجوم عنيف على الجزيرة دي برا وبحرا وجوا، دكوها وتم محاصرة القوات الصاعقة اللي موجودة في الجزيرة دي. الصيادين بتوع مدينة الغردقة وأهالي مدينة الغردقة رفضوا الموضوع ده، وانضموا العناصر الصاعقة اللي هي موجودة في الجزيرة، وقاموا بتوصيل المعن والذخائر ليهم عن طريق مراكب الصيد الصغيرة بتاعتهم. واتقتل منهم عدد كبير من الإسرائيليين. ولما اقترب الاسرائيليين من السيطره على الجزيره دي، امر الزعيم جمال عبد الناصر بالطيران المصري بضرب الجزيره وتصفيه الاسرائيليين اللي فيها، واللي اتبقى منهم اتسللوا ورجعوا تاني اسرائيل. اتسلل تاني الاسرائيليين بالليل ان هم يخلوا الجرحى والقتلى بتوعهم. وكان عدد افراد الصاعقه بالظبط 170 فرد، وكان عدد الجنود الاسرائيليين 1500 جندي وضابط. لو حسبنا النسبه هنلاقي ان اليهود في المعركه الغير متكافئه دي قد المصريين 10 مرات، وبالرغم من كده الحمد لله
انتصرنا في جزيره شعراء سدوان، وكانت دي معركه شهيره جدا الحمد لله. وحصل عدد كبير، وعدد كبير من الصيادين اللي هم شاركوا في الحرب فعلا الزعيم جمال عبد الناصر كرمهم واداهم نوث الواجب العسكري. قال ايه بقى احد الصيادين المشاركين في الحرب دي او في المعركة دي؟ خدمنا بلدنا بكامل ما نملك ولاخر نفس، سنخدمها علشان اللي بيحب مصر ربنا بيحبه، وكل من يسيء الى مصر ربنا مش هيسيبه. ده اللي قاله احد الصيادين البسطاء عن مصر بعد تلك بعد هذه المعركة. صياد بسيط جدا خدته العزة والكرامة، شارك في المعركة دي. بعد ما شارك وانتهت قال الكلمتين الحلوين دول. صحيح. انت بقى يا خاين قلت ايه؟ بتاعت كل حلقة، انت قلت يا خاين ايه عن مصر وعملت ايه علشان مصر؟ حاول كتير ربنا يتمم. لما خلصت من الكلام، لما خلصت الكلام كله وخلصت كلامك كله عن مصر، بدأت تتكلم عن الشحاتين اللي في مصر والشحاتين اللي على الفيسبوك. هو في بلد في العالم ما فيهاش فقراء يا عميل يا خاين؟ انا بقول لك من مصر هنجوع وهنشحت وهنموت عشان مصر، لكن مش هنخون بلدنا يا خاين يا عميل. النهارده بقلب في الفيسبوك عجبتني كلمتين من صديقه ليا على الفيس. الصديقه دي بتقول ايه على الفيس؟ وانا بحييها من هنا طبعا، انا مش هقول اسمها، لكن انا بوجه لها فعلا الشكر. تحيه وشكر واجب ليها. قالت ايه؟ هي احتياطي مصر ليس بالدولار وليس بالذهب، اغلى احتياطي لمصر والثروه القوميه لمصر هي فخامة الزعيم عبد الفتاح السيسي. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. مشكورك يا سيادة العميد. شكرا يا سارة، شكرا يا محمد. فعلا نص كلمة في الصميم، وتحيا مصر دايما. والله يعني أنا برضو ما يعني هي الغرض من القصص دي بكررها هقولها في كل مرة. احنا بنعرف فعلا شبابنا محتاجين لزرع روح الولاء. بلدنا جميلة جدا. فعلا. ومصر جميلة جدا ومأمورة قوي. الحمد لله. واتمنى ان شبابنا كده يحبوها ويحافظوا عليها ويخافوا عليها ان شاء الله. بنشكرك يا ست العميد. ساره انت قلتي يعني قلت لنا كده انا وياسمين الحلقه اللي فاتت انك نجوى او استاذه نجوى حابه تشكريها بنفسك. طيب الكاميرا معاكي. نجوى اشرف ميك اب ارتست، بجد شغلك عجبني جدا. كمان الميك اب اللي كنت عملتيه لياسمين كانت زي القمر. طبعا غير ان ياسمين اصلا زي القمر، لا هي كانت زياده كمان. وشغلك وكمان التاتش بتاعك اللي بتحطيه، لا فعلا بجد ما شاء الله عليكي، ممتازه جدا. يا ريت الارقام، هي الارقام ظهرت وكمان شغلها ظاهر بجد. لا في فرق شاسع كمان، يعني مش بتخفي الملامح، لا انت بتظهريها، فدي بجد حاجه كويسه جدا. لا جميله، مش بتخفي الملامح بل لا هي بتظهر. اكلمها انا شيماء. نجوى، استاذه نجوى. انا بشكرك جدا جدا يا استاذه نجوى على الحلقه اللي قدمتها يوم الخميس اللي فات، ونتمنى ان احنا نشوف حضرتك تاني ان شاء الله. انت مثال محترم، انسانه محترمه وبتحب شغلك. اتمنى اتمنى ان نشوفك تاني، والاصلاح اللي جايه زي ما وعدتك ده على حسابنا. ان شاء الله. دي حصريه من سياده العميد وعلى الهوا كمان. وعلى الهوا بنشكرك يا فندم. دلوقتي هو برضو قبل ما اطلع من الهوا، هو في موضوع كده حلو شيك انا بحب اقوله لجميع شبابنا. اتفضل. ان شاء الله باذن الله انا في طريق للانتهاء من عمل اكاديميه خاصه بالاعلام. كل مره بتفاجئنا بالموضوع الحصري. الاكاديميه دي مش هتخدم لا على شخص معين ولا على موضوع معين. الأكاديمية دي الخريج بتاعها هيخدم على جمهورية مصر العربية إن شاء الله بإذن الله. بنشكرك يا ست العميد، وإن شاء الله موفق دايما يا رب. مشاهدينا الأعزاء دلوقتي هنخرج لفاصل، وبعد الفاصل هيكون معانا الأستاذ حسن سلطان وهنتكلم معاه عن صناعة الجلود في مصر. فاصل ما تروحوش في أي حتة.